يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفد الأردن إلى القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية، ويلقي وزير الخارجية كلمة الأردن في القمة التي تستمر يومين وتحضرها 50 دولة عربية وأوروبية. ومن المنتظر أن يعالج المشاركون مجموعة تحديات وفرص مشتركة مثل الهجرة والأمن والتجارة والاستثمار وتغير المناخ. الأمن، الإرهاب والهجرة غير النظامية أبرز الملفات المدرجة على أجندة القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ. الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من نزاعات داخلية في بعض الدول وعمليات تنفذها خلايا تابعة لتنظيمات إرهابية جعلت من عقد المؤتمر الحامل للملفات المشتركة أمرا حتميا تحت شعار الاستثمار في الاستقرار. تعزيز العلاقات المشتركة، دفع التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، الهجرة والأمن هي النقاط التي حددها بيان الاتحاد الأوروبي أهدافاً مرجوة التوصل فيها إلى نتائج إيجابية عند الخروج بالبيان الختامي للقمة المنعقدة على مدار يومين. مصادر دبلوماسية عربية أشارت إلى إدراج موضوعات اجتماعية على جدول أعمال القمة وسط تأكيدات أن هذه الملفات لا تقل أهمية عن نظيرتيها السياسية والاقتصادية. تمثيل رفيع من دول عدة في القمة التي تحمل ملفات تثقل كاهل دول المنطقة على أصعدة مختلفة، وتشديدات من الداخلية المصرية بهدف إحراز تقدم ملموس من دون أي عوائق أمنية، فيما تبقى أنظار الساسة في الساحتين العربية والأوروبية مترقبة لنتائج القمة المشتركة الواضعة إحلال الأمن الاقتصادي في الشرق الأوسط على رأس أولوياتها. ومعنا رئيس تحرير مجلة اكتوبر السيد محمد أمين. أهلا بك سيد محمد. سيد محمد، يعني هذه أول قمة تعقد يعني عربية أوروبية، ما أهمية هذه القمة؟ يعني أهم حضرتك وبأشكرك. أولا القمة بتأتي في توقيت مهم جدا، أن المنطقة العربية بتشهد حالة من المتغيرات أو عدد من المتغيرات خلال الفترة الماضية، بالإضافة لحالة عدم استقرار في بعض الدول العربية. ده أدى إلى وجود يعني عدد كبير جدا من المهاجرين إلى أوروبا، ومما أثر على الدول الأوروبية نفسها، فبدأت تبحث عن حل لمشكلة اللاجئين كحل كأحد القضايا المهمة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وأعتقد كان من المهم جدا أنه في خلال البحث عن حل لمشكلة اللاجئين يجب أن يكون هناك استقرار حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وده اللي القمة ستناقشه، بالإضافة لجزء مهم جدا وهو مكافحة الإرهاب، وده من الملفات المهمة، والقضية الفلسطينية أيضا من الملفات التي ستطرح على هذه القمة. الملفات الثلاثة سواء كانت القضية الفلسطينية أو مكافحة الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية واللاجئين، الهدف الأساسي منهم إحداث حالة من الاستقرار في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بالتبعية ستؤثر بالإيجاب على الدول الاتحاد الأوروبي. لذلك بنجد أن المشاركة من دول الاتحاد الأوروبي في هذه القمة مشاركة رفيعة المستوى، بنجد مشاركة عدد كبير جدا من رؤساء الحكومات والقادة الأوروبيين سيشاركون في القمة، بنتكلم في 28 دولة أوروبية ستشارك في القمة العربية الأوروبية، وفي حوار سيتم في الجلسات اليوم وغدا، ومتوقع أن تصدر قرارات مهمة في يعني سيد محمد القمة. برأيك ما هي أبرز القرارات التي ستصدر؟ أعتقد أن أبرز القرارات هتتصل بالجزء الأول بالتنمية ما بين أو علاقات التنمية، زيادة حجم التنمية ما بين الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، ده جزء. الجزء الثاني سيكون خاص بالقضية الفلسطينية، خاصة أن القضية الفلسطينية دائما تكون ذريعة لوجود الإرهاب في المنطقة، لذلك يجب أن يكون هناك حلا للقضية الفلسطينية بشكل عادل وفق القرارات الدولية. ده بالإضافة إلى جزء الخاص بالهجرة غير الشرعية، وأعتقد أن مصر ستطرح رؤيتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واللي طرحتها من قبل على مؤتمر ميونخ الماضي، والنجاح اللي حققته التنمية في التقليل من الهجرة غير الشرعية، خصوصا أن مصر أثبتت أنه لم يتم حالة هجرة واحدة منها في خلال العامين الماضيين، ده نتيجة حالة التنمية اللي تمت في الدولة المصرية، ودي تجربة مهمة. نعم. بالإضافة للجزء الأهم وهو مكافحة الإرهاب والحديث دائما يعني عن سيد محمد في ظل مكافحة الإرهاب، يعني في ظل وجود تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، ما الجديد الذي ستخرج به هذه القمة؟
أعتقد أنه في اللقاءات السابقة والاجتماعات السابقة الدولية الجميع أدرك أن خطورة الإرهاب في المنابع التي تمول هذه العناصر. أعتقد أن الدول الاتحاد الأوروبي باتت تدرك تماما أن خروج مثل هذه العناصر من بعض الدول أثر بالسلب على الدول ذاتها، يعني الدول أنفسها تأثرت سلبا بسبب هذه العناصر. بالإضافة إلى جزء مهم جدا وهو سوريا، بعد ماذا بعد استقرار سوريا؟ أين ستذهب هذه العناصر الإرهابية؟ يجب على العالم كله أن يجد حلا أو ردا شافيا على هذه النقطة بالذات. ولذلك كان من الواجب أن يكون تدارس الأمر بالاتفاق ما بين الدول العربية والدول الاتحاد الأوروبي للخروج من هذه الأزمة بشكل أكثر واقعية، وأيضا تكون عملية المكافحة من خلال التنمية لكي تواجه هذا السرطان الذي بدأ يأكل من جسد هذه المنطقة يعني. نعم، إذن رئيس تحرير مجلة أكتوبر السيد محمد أمين، شكرا جزيلا لك.